تهني، ألف مبروك. شو جايب تليفون جديد؟ ومن أغلى الأنواع كمان، وذكي. يعني لو الله كمل لك عقلك بشوية ذكاء مثل ما رزقك تليفون ذكي ما كان أحسن؟ شو بدك تعمل بهيك تليفون؟ مثل ما بيعملوا كل هالناس أنا كمان رح أعمل. شوفي، باخد في صورة وبعدين بنزل على النت. منيح، هذا اللي انت شاطر فيه. صورني نادر ومصدق حالك كمان. شو صاير لرفيقة؟ اوعك، استنى وقف. شو هاد؟ شو هالسيارة الحلوة؟ قدي سرعتها؟ هاي سرعتها منيحة كتير. ألف مبروك. شكراً أختي. صرت أختك وأنا ما بعرف من أمتى. كنت تغمى لما نمشي على الشط، وهلأ صرت تقلي يا أختي فجأة. والله حلو. على مهلك علينا. رح أمشي قبل ما مد إيدي عليك. أنت غبي شي؟ قال أختي قال. عجبتك؟ بتشل. يعني بعرفنا. برافو عليك. بعدي هيك. لك الله يقصف عمرك ويخلصنا منك. أمي. بنتي. شغل الزلمة ما عم يمشي أبدا، لهيك أعصابه تعبانة كتير. أمي هي القصة العلاقة بقذارة أخلاقه. إذا بيوم من الأيام مد إيده على مرأة، شو بدنا نعمل؟ نحن لازم نروح. إيه، رح نمشي. أوعك تخافي أمي، أنا بدير بالي عليكم. نروح على محل ما يلاقينا فيه. لوين بدنا نروح يا بنتي؟ إذا ما معنا شي. ما أنا لقيت شغل جديد أمي، وضعي هلأ صار أحسن. عم تحكي جد يا داليا؟ بس ديري بالي أمي، نحن لازم نروح من هون بسرعة. هذا رجال؟ معقول يكون في حدا هيك؟ لك كل يوم هذا مقضية على شرب وسهر هو وشلته. هذا واحد إمرجي ومدمن كمان، وإيده كتير طويلة فوق. هو جوزي يا بنتي، كيف بدي أتركه؟ حرام. طيب ونحن؟ ما نعم تعي. Her yaz Çeşme'yi mesken tutan sosyetik güzel. Kışın bronz tenini korumak için mübarek. Arada küçük kaçamaklar yapıp kendimi şımartmayı seviyorum. Yani sosyetik güzel, mübahi benim olur. İza milleti, halina ninzel şöyle aşşat. Ay aşşat hadi bu nısıl leyl? Tavan. أنتي اليوم شميتي هواء البحر لشبعتي، بس العطر علي. اتصل عروة وخبرك مو هيك؟ مو هو أبدا. معقولة الحكي هبا؟ أنا اليوم اتصلت فيكي بس كان موبايلك مغلق. بس زينة خانم اللي قالت لي، يعني إنه عروة بيك عزمة على اليخت وطلعت معه. أنا لهيك قلت لك هالحكي. عن جد؟ أنتو عصابة؟ عن جد أنتو عصابة رسمي أمي؟ سعيد. أهلين. شفتي مو؟ حتى هو ما كلف خاطره وطلع بوشك. عديم الشرف. بسببي أنا طلب منه يروح يحكي مع أبي. لك يعني مو معقول من أول دقيقة أطلب منه هالشي. أصلاً أنا ماني مناسبة له أبداً. شو بده وحدة مثلي؟ خلصي بقى يا بنت، انتي شو عم تقولي؟ لا تحكي عن حالك هيك. بعدين كيف طلعتي الحق مع هالأزعار؟ أنا ما عم بفهم هالشي. استني علي شوي لحتى ورجيكي شو هي حقيقته. بابا أنا طالعة لفوق، إذا بدك شي ندهلي فورا بنزل.
الله يسلمها الإيدين. صحة وهنا. صارت صبية وكبرت، أكيد أنت بدك تزوجها ويصير عندك صهر وأحفاد، شو ما حدا طلبها. لبنى منيحة هيك، وأنا ماني فاضي لحفيد وصهر وهي القصص. وبعدين إذا راحت هي مين بدير باله على البيت؟ أنا ما عندي غيرها، وأنا ما كبرتها مشان أعطيها للناس الغربة. يا عيني البنت ما رح تقعد معك طول العمر، أكيد بتكون معجبة بشي حدا، ويمكن قد ما بتخاف منك ما عم تقدر تقلك عليه. لا، ما حدا بده إياها. ودخلك شو بدهم يعملوا فيها وهي هيك؟ مرحبا. كيفك لبنى؟ فيكي تجي شوي لعندي؟ بدي اياكي تشوفي حبيب القلب بعيونك. هلا فوت لعنده على البيت وحدة من يلي بيشتغلوا باخر الليل. عالسلامة. على أي غرفة بتحب نفوت؟ واقفي واقفي، أنا بدي منك طلب مو أكتر. بدي التقي مع إيماد. ولهيك أنت عطيتني مصاري. يعني أنت ما بدك يعني؟ بلا، انتي رتبيلي هالشغلة هاي واقنعيلي اياه يلتقي معي. وبعدين مين هاي المرة اللي عندك؟ مين هالمرة سعيد؟ هاي رفيقتي بس. لك يا عيب الشوم عليك، انت اكذب واوطى واحد شفته بحياتي كلياتها يا سعيد. بعد هلا اوعك تحكي معي، عم تفهم؟ لك يا جدبة، انا قلت لك انه هاي رفيقتي، انا بحبك وبدي امسك ايدك وامشي معك بالشوارع. ليكي بكره رايحين انا والشباب لحتى نسهر، وانت تعي معنا رح نقضي ليله حلوه مع بعض. انا كيف بدي اروح؟ انا ما فيني اطلع بالليل، وانت بتعرف هالموضوع. بابا اكيد ما رح يسمح لي. يا روحي، في شيء اسمه منوم لهذا الشيء؟ ايه، هلا بيشوفونا شو جنيت. هي يلا.